السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة للمهندسين أو شغالين في قطاع الإنشاءات، عبارة عن اكسبلور للتولز أو الأدوات اللي احنا ممكن نستخدمها في الشغل بتاعنا. هتلاقي مئات الأدوات والتولز اللي لسه جديدة تقدر انت تجربها. في بعضهم بيكون برمجة كاملة، في بعضهم مواقع، في بعضهم بيكون ادنس، وتقدر تقول له رتبهم لي بالريسنتلي اد او الفيتشر او بالنيم، فيبدا يجيب لك التولز. اي واحده من دول ممكن تقول له فيو بيج او خش على الويب سايت على طول. فيو بيج بيفتح لك الصفحه ويبدا يديك معلومات عنها والاستخدامات بتاعتها، وفي حاجات بتبقى كيس ستادي للحاجات اللي حصلت. الناس بتشتغل على مشاريع دي جالري كيس ستادي، الكيفاكس سيميلار تولز، الادوات المشابه ليها. لو في حد كاتب كومنتات وهي من الحاجات اللي تستخدم البيم، فانت لو دوست على البيم هيجيب لك التولز كلها اللي ليها علاقه بالبيم، وتقدر تدخل على طول على الموقع تدوس عليه هتلاقي لينك الموقع. هتلاقي مثلا هنا الحاجات الخاصة بالارتفيشال انتليجنس الخاصة بالمجال العمارة، نقدر ان احنا نجربه ان شاء الله. ان شاء الله واحدة واحدة نمسك كل التولز نتكلم عنها. فمنساش تعمل سبسكرايب للقناة بتاعت بماريبيا ولايك وشير.